فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. من أسباب دخول الجنة الإكثار من السجود لله جل وعلا. ربيعة صحابي جليل الأسلمي، ربيعة الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، قال: سل يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. شوفوا الهمة يا إخواني، همة هذا الصحابي ما يبي من الدنيا شيء، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ يعني في شيء مع الجنة، في شيء غيرها؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا من الدعاء. فيا أخي الغالي، حافظ على السجود وأطل السجود، ولا تستعجل، أنت بين يدي الله جل وعلا، وأنت في هذه المرحلة أقرب ما تكون إلى الله جل وعلا. فاسأل الله، اسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وكلنا عندنا حاجات. كل ما تكون قريب في سجودك من هذه الأرض فأنت قريب من الملك الديان جل وعلا. أكثر من الدعاء، أسأل الله يرزقنا وياكم رضاه، وأسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان.